النهار تقرير عن سير الاجراءات اللي واخدها الصحه، وزاره الصحه، والبيان الاخير بتاع امبارح بالليل اللي اعلنت فيه تاكد وجود حاله تانية مصابه بفيروس كورونا لهذا الرجل الكندي اللي انا قلت لكم عليه واللي تم عزله. خدوا بالكم، التقرير ده تقرير خبري. تقرير خبري يعني ايه؟ يعني ما فيهوش يقال، ما فيهوش يتردد، ما فيهوش راينا، ما فيهوش اصل. تقرير خبري معناه انه اللي حصل والبيانات الرسميه والتصريحات الرسميه اللي خارجه يا اما حكومه يا اما وزاره الصحه. وعلى الفتايين، وعلى الفتايين ان ينسحب التقرير. يتابع العالم بتخوف وحذر شديد التطورات التي تحدث في عدة بلدان بشأن تفشي فيروس كورونا الجديد الذي أودى بحياة الكثيرين. ووفق لما أعلنته منظمة الصحة العالمية، فتخطت حصيلة وفيات الفيروس المستجد 3000 شخص وأكثر من 88,000 مصاب في نحو أكثر من 60 بلد منذ ظهور الفيروس لأول مرة في مدينة ووهان في وسط الصين أواخر العام الماضي. وأشارت المنظمة أن خطر الإصابة بالفيروس أعلى لدى الأشخاص الذين يتخطون 60 من العمر والذين يعانون من أمراض أخرى، وأن دولة الصين هي المتأثر الرئيسي بنسبة بلغت 90.4% من إجمالي الحالات. This is though an emergency in China, but it has not yet become a global health emergency. It may yet become one. وفي إطار الإجراءات الوقائية لمنع انتشار الفيروس، طور فريق من الفنيين الصينيين مصعدا جديدا يتم التحكم فيه بالصوت فقط وليس بالضغط على الأزرار، وذلك ليتم استخدامه في مستشفيات مقاطعة في هوبي. وبالنظر إلى الوضع في مصر، أكد الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزارة نجحت في اكتشاف حالة لشخص أجنبي إيجابي لفيروس كورونا المستجد، وأنه فور الاشتباه في الحالة والتأكد من النتائج المعملية والتي جاءت إيجابية تمت إحالته إلى مستشفى العزل، مشيرا أنه باكتشاف هذه الحالة تصبح هي الحالة الثانية في مصر، مؤكدا تعافي الحالة الأولى وخروجها من المستشفى بعد تلقيها للرعاية اللازمة، لافتا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورا بكل شفافية طبقا للوائح الصحية الدولية. وكشفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان عن الوضع الوبائي في مصر بالنسبة للإصابات بفيروس كورونا، لافتة إلى أن كل الدول معرضة للفيروس والأهم استعدادات الدولة لمواجهته، وأن الوزارة أجرت 1443 تحليلا لأشخاص مشتبه في إصابتهم بالفيروس، وكانت هناك حالة واحدة إيجابية بدون أعراض وجاءت نتيجته سلبية بعد يومين، وتم عزله لمدة 14 يوما وهي مدة العزل. كما شملت التحاليل 13 شخصا قادمين من العمرة إلى جانب 302 مصري تم إجلاؤهم من مدينة ووهان، لافتة إلى أن الوزارة تتلقى يومياً بلاغات ويتم إجراء التحاليل الطبية وتكون أغلبها إنفلونزا موسمية. ده إحنا يومياً بنتلقى بلاغات من ناس عندها أعراض مماثلة أو مشابهة، فبتكون بتعريف منظمة الصحة العالمية حالة مشتبه فيها، وبنعمل لها الإجراءات الطبية والتحليل الطبية، وبتبقى معظمها أنواع مختلفة من الإنفلونزا الموسمية، ولم تثبت إلا حالة واحدة حتى هذه اللحظة. ده الوضع الوبائي في مصر، وده الوضع الوبائي اللي صدر من منظمة الصحة العالمية النهاردة برضو عن مصر. أي حالات في مصر دولة سياحية، فممكن أي حالة تيجي يتقال إن مثلا هي أصيبت في مصر، لا، بمعايير منظمة الصحة العالمية الإصابة تكون مؤكدة في الدولة لو حد قعد فيها 14 يوم وتم تحديد أو تشخيص إصابته في أول 48 ساعة. وفي لافتة رائعة، أضاءت مصر واجهات قلعة صلاح الدين بالقاهرة ومعابد الكرنك بالأقصر وفيلا في أسوان
بلون علم الصين تعبيرا عن تضامن شعب مصر مع الصين وشعبها في مواجهة فيروس كورونا. إسراء سعد، آخر النهار.